بسم الله الرحمن الرحيم. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: من قال دبر كل صلاة وحين يأوي إلى مضجعه أو حين يأخذ مضجعه الله أكبر كبيرة عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله مثل ذلك، كنا له في قبره نورا وعلى الجسر نورا وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة. انظروا هذا كده. كلمات الذكر ده لا يقدر بحسنات، مليارات مليارات الحسنات، لان انت بتقول الله اكبر كبيره عدد الشفع والوتر. الشفع والوتر علماء قالوا الليل والنهار، الشمس والقمر، السالب والموجب، اي شيء يعني. وكان عدد كلمات الله، طبعا عدد كلمات الله لا تحصى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ف إذا الذكر ده لا يقدر بحسنات. وبعدين بيديك نور في أصعب 3 مراحل، في القبر وعلى الصراط. الصراط ده خط رفيع جدا فوق جهنم، بطول جهنم، طوله كما قال العلماء الصحابة مسيرة 15,000 سنة، تحيط به من الجانبين كلاليب كشوك السعدان، أشبه بالقنابل النووية، وجهنم مظلمة سوداء. وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضية. هنعدي كلنا على الصراط فوق جهنم، وبيطلع من ناحيتين قنابل من النار. فمحتاجين للنور. فشوف الذكر ده مهم قد إيه، بس خط رفيع أرفع من السيف، أرفع من الشعرة وأحد من السيف. شيء صعب جدا يعني. الواحد لو اتخيل الصراط ده ممكن يخشى عليه من صعوبة هذا الموقف. لكن في ناس هيبقى معاهم نور، نور عظيم، اللي بيصلوا الفجر في الجامع، واللي من ضمنها الذكر ده، واللي بيقروا سورة الكهف يوم الجمعة، وبيكسروا من الأذكار، وهي الجسر ده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحبس عليه أهل الجنة حتى يتقاضوا مظالم كانت لهم في الدنيا، فإذا نقوا وهذبوا ادخلوا الجنة. كل واحد منا له مظلمة عند أخيه، مش ممكن نخش الجنة واحنا في قلبنا أضغان وأحقاد لحد. ربنا هيصفي الأضغان دي والأحقاد دي، هيقتص من المظلوم للظالم على في الجسر حتى لو كان من أهل الجنة. يبقى محتاج للنور ولا مش محتاج للنور؟ شوف بقى. يبقى إذا الذكر ده كنز عظيم من كنوز السنة، لأنه بيديك نور في 3 أصعب مواقف: في قبرك وعلى الصراط وعلى الجسر. قول قولي هذا، استغفر الله.